أهلا وسهلا ومرحبا بكم في عالم أمين. وأنا أتفرج على الفيديوهات على اليوتيوب ريت الفيديو هذا فنانين لم أتوقع أنهم من تونس. قلت عادي ما هو ظافر هند درة وبرشا ممثلين أخرين. وحدثت المفاجأة، تميم عبده هو ممثل تونسي اللي اكتشفته شخصيا في فيلم العالمي، الفيلم المعروف والمشهور وبرشا ناس تفرجوا عليه. واكتشفوا تميم عبده في الفيلم هذا دوره كان وكيل لاعبين، صحيح دور صغير أما دور مهم. قلت باز هذا مصري ملامحه تحسها مصريه، يحكي مصري، ما عملش كارير في تونس، ما ريناش عمل افلام ولا مسلسلات في تونس، مشيت بركاكا هو ممثل مصري. وقت الفرس على الفيديو هذا مع تفاجات برشا وفرحت اللي هو ممثل تونسي. عملت ريسيرش صغير عليه وتو باش نحكيوا على المسيره نتاع تميم عبده. تولد تميم عبده عام 1958 في تونس، تحديدا في سليانه. بدا مع المسرح في سليانة، قرا الحقوق وخدم كمترجم في العراق، أما المهم سافر لمصر قرا في معهد الفنون المسرحية باش يولي ممثل ومخرج مسرحي. خدم في شركة أفلام يوسف شاهين لمدة 22 سنة، تجربة مهمة ومفيدة جدا مع العملاق يوسف شاهين. وصل كمدير إنتاج مختص في الأفلام الأجنبية اللي تصور في مصر. وين الإعلام التونسي؟ عليه محكاش على الممثل تميم عبده. أغلب التوانسة ما يعرفوهاش اللي هو ممثل تونسي. عنده تجربة كبيرة. نبدأه كممثل مع من عام 1986 هو يمثل في الأفلام والمسلسلات. أكيد فيهم أفلام معروفة ومسلسلات معروفة. تجمع تكتشفوها في الويكيبيديا موجودين الأفلام والمسلسلات الكل. أكيد عمل مثل في فيلم العالمي، مثل في فيلم احكي يا شارة زاد، فيلم زاد ذولي المصلحة، برشا أفلام ومسلسلات معروفين. الحكاية الكل معناتها وزاد عنده خبرة كبيرة، بالإضافة مع بخلاف التمثيل عنده خبرة كبيرة في صناعة الأفلام، في الإنتاج، في الدعاية وفي برشا حاجات أخرين. ونعرفوا احنا مصر ماكينة متاع أفلام ومسلسلات وفرجة، كل شيء منظم نصور في مصر وحقوق التأليف وبرشا حاجات. مصر هرب علينا في الحكاية هذه متاع انه سوق السينما وسوق المسلسلات. علاش تونس ما تحكيش معاه تستفيد من الخبرات متاعه؟ وزادا نعرفوه ونكتشفوه اللي هو ممثل تونسي. حتى قناة وظلي حتى إذاعة ما حكيت مع تميم عبده الممثل والمنتج التونسي. إلى اللقاء إن شاء الله في فيديو جديد من عالم أمين. إلى اللقاء.